كان يا ما كان، يعني مش كتير قديم من الزمان، ولدت أنا بالأردن من أب وأب أردنية. أبوي من عجلون وأمي من مادبة. الحقيقة أبوي والدي قاعد بيناتكم هلا، خدم بهاي الجامعة العريقة 33 سنة كبروفيسور دكتور بكلية الهندسة والتكنولوجيا. فأنا ولدت وتربيت ونشأت بالأردن، فأنا مش غريبة على عاداتنا وتقاليدنا، ولا أنا غريبة على الحماية المفرطة المفروضة علينا كنساء بمجتمعنا. حسب التقارير الصادرة من البنك الدولي، نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة بالأردن هي من أقل النسب مقارنة مع باقي دول العالم. بتقول هاي الدراسات إنه السبب أو من الأسباب الرئيسية هي المعايير الاجتماعية. فبسأل حالي، بقول ليش أنا أردنية؟ ليه أنا قدرت إني أفوت مجال مثل الطيران اللي بيسيطر عليه الذكور، ومش بس أدخل وأبقى وأنجح وأتميز، والأهم من ذلك سعيدة فيه. قبل ما أحاول أجاوب على هذا السؤال، حابة أحكي لكم شوية حقائق عن النساء الطيارين في الوطن العربي. أول كابتن على طائرة نفاثة بالشرق الأوسط عربية كانت أردنية، اللي هي اسمها كابتن تغريد العكشة. ترفعت لمرتبة كابتن بال 1985، مما معناه بأنها كانت طيار من السبعينات بالأردن. على تاريخ الملكية الأردنية مرق علينا 13 طيار امرأة، 8 منهم على رأس عملهم حالياً بما فيهم أنا. في طيارين نساء بحرينيات الأصل، في سعوديات أكثر من واحدة، إماراتيات، عراقيات، سودانيات، في بمصر العديد من الطيارين النساء. الحقيقة أول طيار عربية على الإطلاق أخذت رخص الطيران كانت مصرية، اسمها لطفية النادي. أخذت أبوها رحلة بطيارة صغيرة بمحرك واحد فوق الإهرامات بال 1933. فالطيارين النساء إحنا نادرات، لكننا موجودات، وموجودات من زمان. أنا على اتصال مع العديد من هدول الطيارين النساء، وبلاحظ إنه في صفات بيناتنا مشتركة خدمتنا بأول مسيرتنا وساعدت بأنها تفتح كل الأبواب إلنا وإنا ننجح بعملنا. الصفات الثلاثة هدول هم resilience أو الجلد، الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة بالعمل، وثالث واحدة اللي هي إتقان العمل حتى الكمال، being a perfectionist. أحسن كلمة وجدتها بإني أعرف resilience اللي هي الجلد، لكن إحنا بنعرف إنه الجلد معناتها قوة التحمل. بحب أضيف عليها نقول إنه resilience هي قوة التحمل زائد الثقة بالنفس والعناد بعدم سماح أي حدث سلبي بإنه يؤثر الإنسان عن سعادته ورضاه عن نفسه. أعطيكم مثال. بال 2003 كنت مساعد قائد طائرة على الإيرباص 320. أوكي. 320 هي طائرة عليها محركين، بتحمل لحد 145 راكب، مصنف في المدى المتوسط، يعني بتقدر تروح بطريقة مباشرة من عمان للندن. وزي أي طيارة نفاثة حديثة تحتاج لطاقم من الطيارين مكون من 2، قائد طائرة ومساعد قائد طائرة. فأنا كنت مساعد قائد طائرة لسه. كنت في يوم طائرة لفرانكفورت، كنت طائرة مع كابتن في أوائل الخمسينات من عمره، كابتن أردني، وأنا كنت وقتها بأوائل العشرينات.
كنا طايرين لفرانكفورت، وبوقتها كنا منحلق بالأجواء اليونانية فوق البحر الأبيض المتوسط. الكابتن بيكون قاعد على شمالي، بلف علي بيقول لي: بتعرفي كارول؟ قلت له: آه كابتن. أنت ماخدة محل شاب. قلت له: كيف يعني كابتن؟ قال لي: في شباب كثير هيهم مخلصين طيران وعندهم شهاداتهم، هيهم قاعدين ببيوتهم بيستنوا دورهم بأنهم يفوتوا الشركة، فأنت ماخدة محل واحد. قلت له: بس كابتن أنا مش جاي ألعب هون، أنا جاي أشتغل. عمل لي هيك. بتذكر ردة فعلي بهديك اللحظة، شو كنت بفكر؟ فكرت هذا الزلمة كبير بالسن، من دقة قديمة، مش عارف إنه الدنيا تغيرت وصارت فرص العمل بمجال الطيران متوفرة للجميع بالتساوي. ما أزعجني تعليقه أبداً، بالعكس كملنا الرحلة وسايرته بدون أي مشاكل. هو واحد من الكباتن اللي كنت كتير أحب أطير معه. الحقيقة ومن دون مبالغة، أغلبية التعليقات اللي وجهت إلي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة زي على السوشيال ميديا كانت إيجابية، كلها مليئة بالتشجيع والدعم والاعتزاز والفخر ببنت بلدهم. لكن ما بتخلى من التعليقات السلبية، زي: مكانك يا أختي بالمطبخ، ليه عم تتصرفي برجولية؟ ولا عمرك رح تكوني شاطرة زي طيار ذكر. ردة فعلي إذا بدي أصفها لكل هاي التعليقات هي اللامبالاة. اللامبالاة هاي اللامبالاة هاي مش تمرد على المجتمع، لا، هاي اللامبالاة تيجي من ثقتي الكاملة بإني أنا الشخص المناسب بالمكان المناسب، وبتيجي من غيرتي على مجتمعنا، تقدم مجتمعنا، وأنا متأكدة أني أنا جزء من مستقبل وحاضر هذا البلد، وهدول المعترضين من جزء من تباطؤ التقدم. انتقاداتهم وتعليقاتهم ما إلها أي وزن أو تأثير علي. هاي هي الريزيلينس. الصفة الثانية اللي هي الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة. بأول سنة داومت فيها بالملكية الأردنية حاولوا بعض من الزملاء بدفعي بالطلب بعدم العمل بالساعات الليلية. ليش؟ لأنه في قانون بالأردن بيعفي الإناث من المناوبات الليلية. طبعاً رفضت أني أطلب إشي مثل هيك. كنت أحاول أنتهز أي فرصة بأني أثبت بأني شجاعة وقوية وقادرة مثلي مثل زملائي الذكور، وبعرف إنه هاي صفات الأغلبية ما تتوقع إنها ممكن تكون عند مرأة. أعطيكم مثال، ما بنكر أنا في أيام بالغت ماديت بهذا الإيمان، لكن تشبتي فيه خدمني بشكل جيد، خصوصاً بأول مسيرتي بالملكية الأردنية. في يوم كنت عم بصف سيارتي قدام مركز طاقم الطائرة في المطار، جهز حالي بدي أروح على دمشق، هذه قبل الأحداث بسوريا. بيحكوا معي وأنا لسه بعدني بالسيارة، بيحكوا معي قسم البرامج، قالوا لي: والله كابتن بدنا إياكي تتجهي هلأ للقاهرة لأنه في طيارة عندنا هناك على الآن، لأنه كانت مهددة بقنبلة والكابتن اللي عليها رافض بأنه نرجعها بسبب خوفه. فأنا ضحكت قلت لهم: وأنتوا شفتوا يعني أنه أنا البطلة اللي بدي أرجعها؟ ليه بتحكوا معي؟ قل لي: والله كابتن ما في غيرك هلا بالمطار وإحنا مستعجلين، هينا اشترينا لك تيكت تذكرة بأنك تطلعي على طيارة القاهرة عشان ترجعي لنا الطيارة. سكتت، وافقت. طبعاً وافقت وأنا على علم تام بالإجراءات الأمنية والتفتيش اللي تحدث بالملكية الأردنية، وكنت متأكدة بأنه هاي الرحلة رح تكون آمنة بدون شك. ورحت للقاهرة وعدت بالطيارة بسلام.
شو الكابتن بالحقيقة اللي كان عليها هاي الرحلة كان أجنبي الجنسية وترك الشركة بعد هاي الحادثة. كل إشي عملته، كل إشي حكيته، حتى كل إشي لبسته وأنا بوقت العمل كان لي سبب، والسبب هذا كان كل ما بدي إياه اللي هو إنه الشركة وزملائي ينظروا إلي ويعاملوني مثلي مثل زملائي الطيارين بدون أي تفرقة. وأنا بعتقد إنه إصراري على العمل جنباً لجنب على قدم المساواة مع زملائي من دون أي معاملة خاصة هي السبب اللي كسبت فيها احترام ودعم من زملائي ومن شركتي، لأني مرة على مرة بكل مرحلة عم بثبت بإني أنا عم بنجح بجدارة بدون تساهل لأني امرأة، وهذا كان أمر كتير مهم بالنسبة لي. ثالث صفة اللي هي إتقان العمل حتى الكمال. ما كنت بدي أكون جيدة average، كنت بدي أكون الأفضل. أنا أسوأ ناقدة لنفسي، كتير قاسية على حالي لما برتكب خطأ أو لما بكتشف إني ما بعرف إشي المفروض أعرفه بحكم اختصاصي. لكن هاي الصفة دفعتني بإني أستمر بالتطور في مسيرتي كامرأة قيادية في مجال الطيران. ترفعت لمرتبة كابتن بال2009، كسبت ثقة من شركتي وقدت أول رحلة بطاقم نسائي بحت، عربيات كلنا كنا، كانت أول مرة بتصير بتاريخ الأردن، بتاريخ الملكية الأردنية وبالوطن العربي. بال2013 هاي أنا وهاي مساعد قطار هدي الخمش اللي هي هلا صارت كابتن. بال2013 عينت كمدربة على الإيرباص 320، دربت الطيارين المبتدئين كان ذكور أو إناث، ودربت كمان القدماء على استمرار. بأول هاي السنة بال2019 انتقلت لأكبر طيارة بالملكية الأردنية اللي هي البوينغ 787 دريملاينر. وصار لي سنة اتخذت منصب إداري عالي بالملكية الأردنية، بيحطني على اتصال مباشر مع CEO مع الرئيس التنفيذي للملكية بأمور بتتعلق بقوانين الدولية، بقوانين السلامة الدولية للطيران. فكل هاي لأني بآمن بإتقان العمل حتى الكمال، سبت الثقة هاي من شركتي. مرت السنين بأول مسيرتي بالملكية الأردنية وأنا بدفعني الشغف للطيران والدعم الثابت من أهلي بإني أنا أتعامل مع محيطي بنجاح. وصدفت بإني طرت مرة تانية مع الكابتن نفسه اللي قال لي أنت ماخدة محل شاب، بس هالمرة كانت على طيارة أكبر اللي هي طيارة الإيرباص 340، عليها هاي 4 محركات تحمل حوالي 270 مسافر، وكنا طايرين لشيكاغو إلينوي. وقتها كنا عم نحلق فوق المحيط الأطلسي، فبلف علي بيقول لي بتعرفي كارول؟ قلت له أيوة. أنت أكتر طيار بحب أطير معاها لأنك بتعرفي شغلك. True story، قصة حقيقية. بتعرفي شغلك، بتحترمي الناس اللي حواليكي، محترفة، you're professional، وبقدر أعتمد عليكي. قلت له والله كابتن شكراً، هذا من لطفك أنك تحكي لي إشي مثل هيك. انبسطت، ما انبسطت لأنه وصلني مديح منه، انبسطت لأنه إذا أنا تمكنت من أني أغير رأي رجل بعمره وبخلفيته وبمعاييره الاجتماعية، معناته فعلاً الحد، السماء هي الحد للجميع وبالتساوي. وبحب أحكي للشخص اللي حكى مكانك بالمطبخ رح تغير رأيك إذا دقت طبيخي. Thank you.